الانضباط وعلى ايقاعات الريك الصاخبة. قدم المغني الايبواري تيكن جافا كوهي حفلا استثنائيا على منصة ابي رقراق امام جمهور متعدد الجنسيات وشغوف بموسيقى الريكي، وذلك خلال السهرة اختتامية للبرمجة الافريقية للدورة 17 من مهرجان موازين ايقاعات العالم. وكان حفل تيكن جايفا كولي حفلا فريدا من نوعه سيبقى خالدا في ذاكرة جمهور موازين، بحيث أن الأغاني التي قدمها تغنت بمواضيع هامة القارة الإفريقية وشعوبها، فكانت مرفوقة بإيقاعات الريغ الملهبة التي رقص عليها الجمهور طوال مدة السهرة، وهو يردد في نفس الوقت كلمات القطاع التي أداها الفنان الإيفواري عن ظهر القلب وبكلمات هادفة، وتفاعل معه الجمهور بشدة ومع أغانيه الملتزمة. من أقوى لحظات الحفل أدى تيكن جافا كولي أغنيته ذات الصيت الدائع لم يعد شيء يفاجئني، وهي أغنية تندد بالاستغلال الخارجي التي تعاني منه القارة الإفريقية، حيث ردد جمهور أبي رقراق بصوت واحد مقاطعها في لحظة تقشعر لها الأبدان. مهرجان موازين إيقاعات العالم يكون بهذه الدورة قد عزز مكانته كموعد لا محيد عنه لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب وخارجه.